مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم. لقائنا اليوم مع فنانتنا المحبوبه فنانه الجاليه جوليانا جندو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا سهى. اهلا وسهلا، شرفتينا وشرفتي التلفزيون. شكرا. وانت المعروفه هنا بالجاليه. لقائنا اليوم راح نحكي شويه عن اخر اخبار جوليانا جندو. شكرا يا سهى. طبعا اريد اسلم على الجمهور العزيز وكل اللي يتفرجون علينا هسه، واريد اشكرك انت واشكر كل الاعضاء اللي يشتغلون على هذا التي في البديع. الصراحه احنا بشيكاغو، امي وابوي يعني اهلي بشيكاغو دائما نتفرج عليه، لانه اشغالكم مرتبه يا سهى. الحمد لله تطالعون شغله، يعني برامجكم منوعه ونشكر الله، يعني شامله. إيه؟ وعجبني هذا المكان الجديد، الحمد لله. حلو هذا اللوكيشن، اول مره تجينا هنا. It's really very nice. الحمد لله. اخبارك الفنيه؟ اخباري الفنيه يسوها طالعت هسه سي دي جديد على 2015 اسمه طالبوثة. نعم، طالبوثة يعني خطوبه. بلي. إيه، لان لاحظت مثلا بال يعني باللغه مالتنا، اللغه السورث مالتنا، ما اكو كان نقص بهالموضوع. يعني مغنيين احنا عن الحب، مغنيين عن الزواج، عن الوطن، عن العماد، عن بس الخطوبه ما كان اكو. صح. سو قلت يا بنت قومي سوي اغنيه للخطوبه. لازم، هي احلى شيء مالت الخطوبه. يا فتره الخطوبه دائما او دبله الخطوبه كل اغنيه. فلازم اكو شيء عن الخطوبه، فرحه. واقع موجود ويتكرر تقريبا كل اسبوع. نعم. ناس دا تنخطب. سو سويت يعني، طبعا هو في 12 اغنيه للسي دي، بس سميت السي دي طالبوثه لانه هالموضوع مو مطروق كثير. وناوية تصوري إن شاء الله؟ عندي أغنية بي يا سهى اسمها خالي. هاي اللغة، هاي الأغنية سويتها باللهجة الكلدانية. سويت باللهجة الكلدانية، لغتنا هي واحدة، بس باللهجة الكلدانية سويت أغنية اسمها خالي. زين. انطانيها بيتر عزبو من سان دياغو، كلش حلوة. وهو خالي خالي؟ خالي 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 طالخ شكيان يا حالي، راح أشكي لك حالي يا خالي. حلو. إيه؟ على الخال. على الخال. إيه؟ ويا الخال. انه اني احب واحد ويا خالي ايش دا اسوي، ما دا ينطوني له. سو ما عندي الا خالي، اني قريبه كلش عليه، اروح اشكي له يعني. وهذا الشبي اثنين اكو شباب يحجون ويا بعضهم، يقول انت شنو مشكلتك؟ يقول احب وحده واهلها ما دا ينطوني اياها. سو هو يقول ما تعرف حدا من قرايبها؟ يقول بلا اعرف خاله. يقول اروح احجي وياه. حلو. بلكي حلوه. سو هاي اريد اسويها فيديو. إيه؟ ناوي تصوري هنا؟ انا حصوريها في راح اصورها هنا انا في ديترويت اللي احبها هوايه. اي لاف ديترويت، اتس ماي هارت. اكيد. اي لاف شيكاغو تو طبعا. اي لاف كل الدول اللي شعبنا موجود بي، بس ديترويت عندها مكانه خاصه هوايه عندي، لانه الناس ديترويت، وهي قلتها واعيدها واكررها دائما، هم اول من علوني وحطوني على المسرح. نعم. They really pushed me and they هم put me on the stage. هواية. Thank you عزيزي. هواية هواية حبوش. هنا الجالية عندهم جوليانا. Thank you عزيزي. هم أني أحبهم هواية. إن شاء الله يا ربي يبقون دايما هيجي بالعلالي. سو راح نصورها هنا. حكيت ويا شباب. بلي. أكو شاب اسمه مهند كان ساعدني لما كنت في غريس. في أثينا صورت أغنية. هو ساعدني هواية بيها كثير يا حرام، يعني جاب لي شباب وجاب لي النساء وجاب لي اللي طبخوا واللي طبلوا زورنا، سوالي هوسة على مود الأغنية. جت حلو. إيه. سو تلفنت له هو جاي هنا، أنا هسه قلت له الله يخليك مهند ساعدني، أريد شباب حتى يرقصون الشوبية. قال يعني كلهم موجودين حاضرين. كلهم موجودين جوليانا، لما أنت تكونين حاضرة هم حاضرين. سو ان شاء الله يا ربي في كم وقت. كم عددهم ببالك؟ يعني كم من الراقصين يعني اذا اكو 20 واحد احسن. إيه؟ 20 راقص راح يكون بالاغنيه يعني راح احاول. إيه؟ اذا ضمنهم بنات لو بس راقصين وراقصات، لو راح تركزين بس على العنصر. هل أغنية خصوصي يعني اريدها بس الرياجيل بيها، لان شوبيه هي تعرفين يعني تشوبية شوي عنيفة، تريد رقص رجالي أكثر. بلي. وطبعا أكيد الرأي للمخرج راح يكون، مخرج والرأي للمخرج. إيه؟ أكيد عنده الرأي، قد يطي قسم من الراقصات. إيه؟ دور بسيط. إيه؟ والدور الأكبر راح يكون من العنصر الذكور، أو راح يوافقك الرأي، أو أكيد يوافق المخرج راح يلعب دور. يا طبعا يا أهم نقعد أنا مثلا اللي راح يخرج لي الأغنية. بلي. نحكي يعني، أنا أحب أحط سيناريو يا سهى. طبعا لأنه سوينا فيديو مثلا، سوينا فيلم إحنا وردة ديشي الورود المداسة. نينوي دي بس أخينا
انا مونه وهيك لمسة صار مونه قاعد يدلاديو ليلة بايدي نينا ليلة بايدي قبولا نينا قد لا ربا بتشوق النخ سافرات من يجيب رخشن ليلة ما نايقت من نغوت فرشي قلدو يتقعن وغنينا انا بتاتي يوم رابا بتبشمد بتبشمد لداخو بنت بنيخ امو يضلي وخمية من سروتنا لجيومة بتبشمد لاخوانو خاشر اوت بشواقي بيخد قهوة لرابا مرزع بتبشمد لدا اقرن تخمينا اوهاتا مدمي زكايا وتسلمي لالله اخداهي منتا بربولا نمي شوق لنا دقيق خرايط اوري بخادوتا رابا بزداين نينب بزداين من دا سبر مررتا بزداين اللغ دي برخش الخكمة اترواتي دينا متي الخضرغة الله يتأزتوتا برناش الله يتدغ مفلخلة بتقلب اللي دوسة خش اللي بوش سمانة من خشكة قورة لا نينب اقورة بوش خشكة انت بصمانتا الى اين ذا برناش جاودي لطمرة اون هلا خايا نينب يا قورا بوش سمنتا إلا عيد ماسي جوج تقاو أتميت بدان ليت لب هيدا من هم زمياتي إنا مش مي قال لي نينم إن خيوما بيلغ ديري لهو يا ديارتو قال لي قدان تسيبوتي من سبب إيجا خبي قاتو بتاوي بوش سيوا من بغري ولا جربت من برموتي بوردة تخرتلي من سبب رابة بتويا زهمة تقلوخ من خطط قوري تبس سخينة خبراني خاري مقرون وقاتو أقدام منتا دم إلي أمن دي بوش أنا نقايق بخر برناشة جربت همشة نطرت لي من مرة مقروة ولب إلي أوت خربس لي أو دمة جربت خامت لي بخبة مدنخة قبولا إني قد أهي منتا بتقدمة صلوت دمختي ورقشتي أخ نينب تكلت له ينوى بيوخ نينب مخنيت مني نينب كما يماني ما يري بتأوري قلبي لا نينب أي بشوق الناس رك بلبه بل كبت خاطره تخمني تديري تخيو ما قلبي سي تام عزيزي تام عبت مشخي ترابة بحسن ايماني آيد مشقالو خلقاتل خرم الله خبا بر خبا خننوي نينب يعني هربت شوقت لي سويت فيديو للاطفال سو صار عندي خبره اعرف مثلا بالايديتنج واعرف التصوير واعرف الزوايا وهيجي اي طبعا خبره سنين يعني اليوم باعتها يعني عندك خبره طويله بهالمجال هذا اللي يشتغل ويا مخرجين ويشتغل ويا مصورين واديتورز لازم تكون عندك خبره تساعد يعني مكتسبه هاي. سو اكتب سيناريو مثلا احط الاغنيه واقول لنفسي راح اسويها فيديو اقعد احط لها سيناريو اني نفسي يعني وبعدين حلو. اتعامل ويا المخرج طبعا وكان عندك دور بالنسبه لمساعده المسيحيين بالنسبه لشمال العراق النازحين اللي تاذوا بالفتره الاخيره خلال الفتره الاخيره اي والله يا سوا رحت هلا قبل يعني قبل شهر ونص هيجي كنت هناك يعني اخذت رحله هيجي سريعه سرقه سويتها ما قلنا لحدا انه جوليان رايح على الشمال كان عندي حفلات بأوروبا كنت بالدنمارك في ألمانيا بفرنسا فرنسا طبعا لما نقول فرنسا أكو باريس وأكو ليون أكو محلات طبعًا. ثانية يعني وألمانيا عدة مناطق بها نعم. وهولندا وهيجي ويعني جمعنا شوي فلوس يا سوها وأخذتهم وياي نعم ورحت بس ما راح أقول لمين انطيتهم لأنه أكيد. هذا طبعًا. معروف أكيد تسوي. مساعدة خلينا نقول بصورة عامة إيه. رحت هناك شفت الجيش اللي عندنا الشباب الجيش يعني أريد أوجه لهم من خلال تلفزيون مالتكم تحية كلش كبيرة لأنه ديسهرون على أمن وعلى راحة يعني الجماعة اللي عندنا هناك وأخذونا على محل يعني تقريبا قالوا لي هنا أنا جوليانا إحنا هسه 6 كيلومترات بعيدين عن داعش إحنا يعني وصلنا إلى هيجي قريب وياهم إيه بس ساعدوني هواي كانوا وياي بعدين قلت لهم اريد اشوف انا ما اقول لهم نازحين سواء اقول لهم مهجرين نعم لانه يعني في نظري النازح هو اللي يترك بيته ويروح
بس هذول هي خطيه مهجرين من اللي هو غصبا ما عليهم تركوا بلدهم. أيوة والله. تركوا ممتلكاتهم، تركوا كل شيء وطلعوا وانهزموا. اي أيوة والله يا حال نفسهم. يعني كنت يعني بالقوه كنت امسك حالي ما ابكي، اشوف هالاطفال هالنساء الناس الكبار مأسود. بالعمر مأسود. يعني اقول يا الله دخيلك امتى راح هالغيمه السوداء اللي جايه تفرجها عليهم يعني. ان شاء الله. إيه؟ ان شاء الله. كان عندك نية تحضرين أغنية بهالإطار هذا حول هذا الموضوع؟ إيه عندنا. إيه ما أريد أحكي عليها بس يعني مسألة الفن تعرفين هي شقد مسألة حساسة وحلوة. صح. وأعد الفن هذا الرقيق الشفاف شقد يساعد النفوس التعبانة مثل صح. أهلنا صح مثل أهلنا. يعني مثل ما تفضلتي الأغنية لها تلعب دور كثير 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 قوي. تريح 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 كثير. صح. تريح يعني الأغنية. صح. مساندة ولو كان بسيطة. صح. على الشعب هذا اللي دا يمر وما زال يمر بهالأزمات وما زال يمر. حتى يحسون أنه إحنا هم تعرفين لما شافوني كانوا يحضنوني يقولوا لي جوليانا أنه أنت بهالوقت هذا أنت عندك قلب الأسد، شلون أجيتي يعني بهالأوضاع أجيتي فعلاً. قلت لهم أنا مو أحسن منكم، إذا أنتم هنا ليش ما أجيهم؟ أنا كنت بألمانيا من فرانكفورت طرنا، رحنا إلى طيارة يعني من فرانكفورت إلى أربيل نون ستاب. إيه قلت لهم إحنا مو أحسن من عندكم، أنتم بهالوضع ليش أنا ما أجيهم؟ أنا قالوا لي والله جوليانا هاي ما رح ننسالك إياها بحياتنا أنه بهالأوضاع فعلا. يعني حطيتي نفسك في خطر. قلت لهم احنا كلياتنا في خطر يعني هم احنا فعلا. بامريكا بس قلوبنا يمكم يعني نفكر بيهم ليل نهار يا سهى. طبعا صعبه صعبه. وعندنا هسه سوري راح يعني اخذ من وقتك من وقت الجمهور. عندنا احنا هسه 200 اثوري مختطفين يا الله. اي والله في سوريا يا سهى بيد التنظيم. اي والله يا سهى 200 واحد خطفوهم من فبروري من الشهر الثاني. تمام. ويا نساء واطفال. هسه بس تركوا امراتين كبار بالعمر كانوا مرضانين يعني هوايا تركوهم وصلوهم الى عندنا دار المطرانيه. بس اثنين تركوهم. سو خبرناهم من شيكاغو دا نسال شنو الوضع. قال النساء حاطينهم بمكان والرياجيل بمكان وإلى متى ينطوهم أكل مرة بالنهار وبعدين وحمام أكو مفاوضات أكو شيء يعني دا نحاول يا سهى دا نحاول يعني. إيه والله دا نحاول. تعرفين يعني أوضاع مأساوية هاي. طبعا طبعا إيه. خاصة وضع الأسرة وبيد منه يعني إيه. صعبة كلش صعبة. نصلي إن شاء الله يا ربي يعني إن شاء الله يا ربي يفك يا ربي. أسرهم إن شاء الله. إي والله يا الله يفك أسرهم إيه. إن شاء الله إيه. نحكي شوية جوليانا على مشاركتك بمهرجان MEA. طبعا أكيد المهرجان راح تحييه طبعا مطربة الجالية المحبوبة المعروفة كل سنة هي ويانا بمهرجان MEA. وهي صار على مدى سنين وأول ما اتصلنا طبعا كانت على أتم استعداد لإحياء ليلة السبت. سو خبرينا وخبري المشاهدين شو محضرت لهم إن شاء الله. طبعا راح أغني من هذا السي دي الجديد وأغنية خالي خالي هاي الجديدة أحبها الجديدة يعني إن شاء الله يا ربي إلى هذاك الوقت نكون مسوين الفيديو مالتها. تعرفين واحد إلى ما يسوي فيديو سوا ياخذ وقت. طبعا لأنه معروفة. احنا ما عندنا شركات انتاج مثلا طبعا. مثل روتانا او حتى تجي طبعا. تحضر لي كل شيء. سو اني لازم احضر اني لازم اخابر اللي يرقصون واخابر هذا سو راح ياخذ وقت. وعندنا في نفس الوقت عندنا الحفلات وعندنا الاعراس يعني نشكر الله. سو يعني ما تحتاجين انت لا تعبين نفسك انت بس تنزلين والناس كلها تبلش بالخقه ويرقصون الرقص فلا لا تحضرين ولا ابد بس تقولين خالي هم الناس اليوم هم من يوم يقومون زين. وبعد شو محضره غير خالي؟ طبعا اغاني ثانيه يعني هو غناء عندنا المهرجان هو غنائي مثلا طبعاً. ما عندنا قطعه مسرحيه حتى نقدمها او هو غناء يعني اغاني من هذا السي دي الجديد. وانا افرح هوايه لما اشوف الجمهور بالام اي يعني الجمهور الموجود هناك افرح به هوايه سوى لانه منوع يكون. صح. اكو اطفال واكو شباب واكو نساء كبار بالعمر ولا فرق يعني تشوفين يجون من كل مكان لحضور هذا المهرجان لان هي فرصه يعني الاطفال يتونسون والكبار يتونسون واكو البوث واكو يعني يعني صح. مختلف في الانشطه هاي الحلوه والفعاليات خاصه صح. بعد فتره سبات الشتاء وراها اجى الربيع ولحتى هسه احنا منتظرين شويه الصيف يبين مدى ان شاء الله بيجي مطر يا رب ان شاء الله بالضبط طبعا هو من بالنسبه
بالنسبه للجو همنا راح يلعب دور كلش كبير، بس انا اعتقد هي فرصه يعني خاصه للقاء الجاليه بوجوهكم الحلوه ومطربين المتميزين بالجاليه مثل حضرتك وكل المشاركين من المطربين بدون استثناء راح يحيون الثلاث ليالي، فصور يعني فرصه كلش حلوه يعني لم العوائل لم الاصدقاء اللي حتى يجون من غير ولايات همزه يعني من غير ولايات يعني تعالوا على مهرجان ام اي اي فرصه انه احنا نلتم حتى نتونس ونغير جو ونشوف الوجوه الحلوه ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله. طبعا جوليانا انا هوايه هوايه ممنونه منك على عيني واتمنى لك كل التوفيق بخالي وغيرها تصوريها ان شاء الله خالي وغير خالي كل الاغاني وتصوريها ان شاء الله شكرا حتى نعرفها للمشاهدين ان شاء الله من خلال شكرا. يشوفوها من خلال طبعاً. شاشتنا شاشه الام اي اي وكلمه اخيره تحبين توجهيها للمشاهدين اقول لهم انه انا احبهم هوايه وان شاء الله اشوف كلياتهم بالمهرجان واتمنى التوفيق لكل ابناء شعبي المقدس اتمنى التوفيق لام اي اي وطبعا قلبي دائما ويا شعبنا المهجر في العراق وشعبي المخطوف في سوريا ومع الجيش خاصة الجيش هواية اهتم بهم هو يعني هالشباب الحلوين طبعاً. اللي يسهرون على راحة البلد وامن البلد واصلي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب بس نطلع من هالغيمة السوداء اللي احنا ان شاء الله ان شاء الله جوليانا جندو شكرا جزيلا لحضورك للتلفزيون وضيفة عزيزة دائما علينا وعلى الجالية تسلمين عزيزي تسلمين. الله يخليك شكرا المشاهدين ومتابعتكم لقائنا اليوم وإلى لقاءات قادمة إن شاء الله. جمهوري العزيز في ديترويت العزيزة جدا جدا يلا شعب الكرداني يديم الكرة راح أكون وياكم في مهرجان MEA أريد أحضنكم كلياتكم جمهوري الكلداني الآشوري العربي You are in my heart and you will stay there forever